بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوني في بداية هذا اللقاء الطيب أبدأ معكم بآية كريمة ذكر فيها الرقم 40، 40 سنة. هل انتبهتم من قبل لأهمية هذا الرقم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. دققوا الآن أيها الأحبة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الآية الكريمة ينبغي أن ننتبه إليها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. العالم كله اليوم منشغل وخائف من فيروس كورونا المستجد الذي هو أضعف بكثير مما تتصورون. هو مجرد معلومة أيها الأحبة، حتى إنه ليس خلية، هو معلومة. الحقيقة الذي لفت انتباهي أنني لاحظت أن معظم الإصابات التي تكون مميتة لهذا الكائن، طبعا المسخر من قبل الخالق عز وجل، لا تظن أيها الأحبة أن هذا الكائن يضرب عشوائيا، والله كما قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. لا يستهدف إلا من قدر الله عليه ذلك. هذا الكلام بنص القرآن وبنص كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أيها الإنسان أن هذا الفيروس الذي هو عبارة عن معلومة فقط، ليس لديه أسلحة، ليس لديه وسائل حتى يدافع عن نفسه بها، أي مادة كيميائية تهلكه، أي شيء ينتهي، هو معلومة فقط، ويدخل يتحكم بمعلومات الخلايا. هكذا ينبغي أن تنظر لهذا الوباء الذي قدره الله على هذه الأرض لحكمة هو يعلمها، ولكن نحن مهمتنا أن نتدبر. لماذا أيها الأحبة؟ نتساءل، بدلا من أن نشغل دماغنا بالخوف والرعب والحسابات، وطبعا كل شيء مكتوب، والله هذه المعلومة اللي نسميها معلومة مسخرة من قبل الخالق عز وجل لتنهي أجل من قدره الله عليه، ومن له أجل لم ينتهي، مهما حدث لن ينتهي إلا في اللحظة التي كتبها الله عليه. الإحصائيات أيها الأحبة تقول بأن معظم الذين يصيبهم هذا المرض ويكونون ضحية هذا المرض يموتون، نسأل الله طبعا الرحمة لجميع
الكائنات. البشر كلهم إخوة أيها الأحبة. الحقيقة هذا السن بالذات عندما ندرس عدد الضحايا مثلا من سن 20 لـ30، من 30 لـ40، من 40 لـ50، 50 لـ60 سنة. طبعا لو أخذنا خط بياني هكذا نجد أن الضحايا معظمها يكون فوق سن 40، تحت 40 أقل بكثير، الأطفال شبه منعدم. طيب لماذا؟ يعني أنا أود أن أتساءل، سيما أن القرآن العظيم ذكر هذا الرقم وذكر أرقام أخرى. طبعا قبل أن يعني نكتشف السر أيها الأحبة، طبعا هذه وجهة نظر كما أقول لكم، يعني أنا أحاول أن أتدبر هذا القرآن وأشرك معي أحبتي في الله لنتأمل ونتذكر، لأن الله أنزل كل كلمة في هذا القرآن بحكمة ومقدار. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. طيب قبل 40 يعني لا يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك؟ كل مسلم يجب أن يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ولكن كأن الله تعالى يريد أن يقول لك أيها الإنسان سن 40 يعني يكفي، يكفي ذنوب، يكفي معاصي، يكفي فواحش، إذا كنت أكلت مال أحد سارع إلى التوبة. ها هو سن 40، هو إنذار، خط أحمر لك لتعود إلى الله تبارك وتعالى. إذا كنت أسأت لأحد فأحسن لمن أسأت له. إذا كنت أكلت مال أحد أصلح هذا الخلل وأرجع رد المال لأصحابه، تب إلى الله. يعني هذا السن هو إنذار، يريد الله منك أن تتوب. الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير. والله أيها الأحبة إن الذي يقرأ القرآن بعمق يجد إلها رحيما عظيما، إله في منتهى الرحمة. 99% من الرحمة تركها عنده ليرحم بها الخلائق يوم القيامة، وترك الكون كله يعيش على 1% من الرحمة. كل هذه الرحمة التي تشاهدونها، رحمة الأم بابنها، هذه الرحمة هي جزء صغير من رحمة الله. فهذا الإله الرحيم لا تتصوروا أنه يرسل عليكم شيئا لينتقم منكم، هذه معلومة خاطئة أيها الأحبة. حتى عندما نشرت بعض المعلومات أن الله عز وجل أغلق بيوته في وجه عباده، هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من إنسان مؤمن. الله عز وجل لا يمكن أن يغلق أبوابه. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل لا يمكن أن يطرد عباده، ولكن طبعا هذا ظرف استثنائي تطلب منع هذه التجمعات. وهذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا سمعتم به، أي بالطاعون هذا في بلد، فلا تدخلوا إليها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. هذا المبدأ وضعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المشكلة الآن أنت لا تعلم، بعد انتشار هذا الفيروس لا تعلم أين هو موجود. فلذلك اليوم كل العالم يطبق حجرا ذاتيا، كل إنسان يحاول أن يضيق الدائرة المحيطة به.
وهذا تطبيق لحديث النبي أيضا أيها الأحبة. فإذا كان هناك بؤرة قريبة منك، فإذا جلست في بيتك فأنت في مأمن، أنت تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب ولا تخرج. سن 40 أيها الأحبة الذي أحببت أن أقوله، طبعا أتمنى ألا يسيء أحد فهم هذا الإله العظيم، هذا إله رحيم أيها الأحبة، حتى إن هذا الفيروس أرسله رحمة بالعباد، سأقول لكم كيف. معظم الناس يقولون الله يريد أن ينتقم منا. طيب هل الله بالله عليكم، هذا الخالق العظيم، الدنيا لا تساوي جناح بعوضة بالنسبة له، يريد أن ينتقم من إنسان لا يساوي شيئا، أو من كون ليس له قيمة بالنسبة لله عز وجل، يرسل علينا بعض أنواع العذاب لنرجع إلى الله؟ هذا أسلوب تأديبي، أسلوب نفسي، أسلوب فيه نوع من العقاب، ولكن الهدف منه الرجوع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لمجرد العذاب لعلهم يرجعون. انظر انظر أخي الحبيب، يجب أن تعتقد بأن الرحمة التي عند الله لا يساويها شيء، خارج حدود العقل البشري، ورحمتي وسعت كل شيء. سن 40 أيها الأحبة سن فاصل، لأن العلماء أخيرا اكتشفوا أن قوى الإنسان وقوة الخلايا والنظام المناعي وكل شيء ينهار بعد سن 40. هذه دراسة تحدثنا عنها في حلقة سابقة، وقلنا إن العلماء كانوا يعتقدون أن نمو الدماغ يكتمل قبل سن 40، تبين أن الدماغ لا يكتمل تماما إلا عند بلوغ الإنسان سن 40 سنة. بعد سن 40 يبدأ الانهيار في النظام المناعي، في الدماغ، في الجملة العصبية، في أجهزة الجسد. وبالتالي الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ دققوا معي. حتى إذا بلغ أشده، أشده يعني أشد شيء وأقوى شيء وأكمل شيء في الإنسان، وبلغ 40 سنة. هذه معجزة علمية تقول لك أيها الإنسان سن 40 اكتمل البناء لديك، كل شيء مكتمل، آن الأوان أن تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك بعد أن اكتمل هذا البناء. معي أيها الأحبة، بعد أن اكتمل بناؤك أيها الإنسان وبلغت سن 40، آن الأوان أن تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن هذه المعلومة التي سخرها الله، وهي جندي من جنود الله تبارك وتعالى، تستهدف أناسا فوق 40. لماذا؟ لأن الله كأنه يريد أن يقول لك أيها الإنسان الذي بلغت 40، أنت الآن خائف من فيروس وهو مجرد معلومة مرسلة عليك، آن الأوان أن تعود إلى الله، آن الأوان أن تشكر نعمة الله، آن الأوان أن تتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، والله هذا الوباء لو أردنا أن نفهمه بطريقة صحيحة هو نعمة من الله عز وجل. ولا يظن أحدكم أن سيدنا معاذ بن جبل وهو من كبار الصحابة أسلم وعمره 18 عاما في ريعان الشباب، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم
المعارك، غزوة بدر وغيرها، وفتح البلاد حتى وصل إلى بلاد الشام، وكان ممن رضي الله عنهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله فيه وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. في عام 18 هجري وقع وباء الطاعون في الشام، وكان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه موجودا هناك، واستهدفه ذلك الطاعون. هل الله عز وجل يريد أن ينتقم من هذا الصحابي مثلا؟ لا تفهموا هذا الأمر أيها الأحبة، لا تفهموا. الإنسان عندما يموت العبرة بالخاتمة، بالعكس عندما يعطيك شخص إنذار يقول لك انظر لقد مات مثلا في العالم 10,000 ربما أكثر، معظمهم من كبار السن فوق 40، انتبه يا من بلغت سن 40، قد تكون واحدا منهم، انتبه وارجع إلى الله. أنا شخصيا أطبق هذا الكلام على نفسي، أنا أفهم من هذا الوباء الذي يصيب العالم، أنا أفهم هذا المفهوم، لذلك تجدني أقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوبة إلى الله أيها الأحبة ضرورية جدا في هذا الوقت. إذا أردت أن تعالج الخوف، تعالج القلق، على فكرة الخوف والقلق يدمران النظام المناعي، يعني أنت عندما تخاف وتتوتر أنت تفاقم المشكلة، فإذا أصبت لا قدر الله بهذا الوباء احتمال أن يعني يؤثر عليك كثيرا سيكون كبيرا إذا كان نظامك المناعي منهار. عندما يكون نظامنا المناعي قوي جدا متفائلين، لأنه ثبت علميا أن أكثر ما يرفع النظام المناعي رقم واحد هو التفاؤل، رقم واحد على فكرة أيها الأحبة. معظم النوبات القلبية معظمها ليس سببها سوء التغذية وليس الإجهاد العضلي بل الإجهاد النفسي، فأنت عندما تتفاءل وتتذكر هذه الآية الكريمة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. طبعا ماذا عن سن تحت 40؟ سن تحت 40 أيضا يعني الكل طبعا معرض، ولكن قضاء الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تحدد متى سيقع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت إذا كنت تحت سن 40 أيضا ينبغي أن تتذكر هذه الآية، لأنه سيأتي عليك يوم إذا كان لك عمر وعشت فوق 40 سيأتي عليك يوم وتتذكر هذه الآية وتقول أيضا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. والتوبة إلى الله أيها الأحبة ضرورية جدا. إذن خلاصة هذه الفكرة أن الله تبارك وتعالى أراد أن ينزل وباء على هذه الأرض ليجعل الناس يعودون إلى طريق الله، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، لعلهم يرجعون، عسى أن ترجع تتوب إلى الله، يريدك أن ترجع. هذا إله رحيم أيها الأحبة، إله يحبك أيها الإنسان، يريدك أن ترجع. حتى إن الله عز وجل يمكن أن يكشف هذا الوباء بالدعاء في سورة الدخان. أود أن أتذكر معكم مشهدا، هذا المشهد سيحدث متى الله أعلم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
الدخان سيغشى الكرة الأرضية ذات يوم، لا نعلم، الله أعلم، وسوف تدخل جزيئات الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون وبقية مركبات الدخان الذي نعرفه، وستحدث حالات اختناق، وستحدث حالات تجعل كل الناس يجتمعون. ماذا يقولون؟ يغشى الناس، لم يقل يغشى المؤمنين أو الملحدين، يغشى الناس، كل الناس. متى سيكشف هذا العذاب أيها الأحبة؟ فكروا معي، لأن هذه الآية مهمة لما نعيشه اليوم. عندما سينزل الله هذا الدخان الذي يغشى الناس، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. طيب ما هو الحل؟ متى يكشف هذا العذاب؟ قال تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. عندما يجتمع هؤلاء الناس ويقولوا بصوت واحد ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، سينكشف عنهم العذاب. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سبحان الله. إذن من علامات الساعة الكبرى أن هناك دخانا سينزل، وهناك إشارات علمية أيها الأحبة تقول بأن هناك كميات كبيرة من الدخان موجودة خارج الغلاف الجوي للأرض وخارج المجموعة الشمسية حتى. من الممكن في أي لحظة أن تقترب هذه السحب الدخانية وتغشى الأرض وتدخل إلى الرئتين، يصبح لديك حالات ضيق تنفس واختناق ومشاكل وربما حالات موت وربما مشهد مرعب. متى ينكشف هذا المشهد؟ عندما يجتمع هؤلاء الناس ويقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، سوف ينكشف، لأن الله تعالى قال بعد ذلك إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هناك أناس سيعودون للكفر وسيعودون للعذاب والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة اليوم ما هو الحل؟ ونحن في منشغلون معظمنا في هذا الوباء، كل واحد يدعو ويقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ولكن للأسف هل الملحد سوف يدعو الله سبحانه وتعالى؟ هل الذي يعبد الأصنام أو يعبد الفئران أو يعبد غير الله، يعبد المال مثلا، أو الذي ليس له دين، هل هذا سيلتجئ أو يلجأ إلى الله عز وجل ويقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ لذلك أيها الأحبة الحل هو التوبة والإيمان، وأن تعلم علما يقينيا 100% أنه لن يصيبك إلا ما قدره الله عليك. وإذا أراد الله أن ينجيك من هذا الشر سيهيئ لك كل الأسباب ويجعلك تأخذ الاحتياطات والأسباب لتنجو. يعني نحن لا نقول اقذف بنفسك، ألق بأيديك إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، لا تلقي بيديك إلى التهلكة، أنت قل الله قدر لي شيء لا أعلمه، هذه الأسباب التي أنا أخذ بها، يعني الطهارة الشخصية هي من الأسباب أيها الأحبة، الوضوء، كثرة الوضوء هي من الأسباب. كل ما دخلت إلى بيتك أول عمل توجه وتوضأ مباشرة، هذا الوضوء يزيل 99% من البكتيريا والفيروسات الضارة في الفم والأنف حسب دراسات علمية سابقة. طبعا الصلاة، التفاؤل، العمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم،
لا تخرجوا ولا تدخلوا. هذه نصيحة نبوية أيها الأحبة، وليست قاعدة اخترعها الغرب، موجودة لدينا قبل 1400 سنة. سن 40 أيها الأحبة، أراد الله لهذا الوباء أن يعني يكون ضحاياه فوق 40. طبعا هناك تحت 40 أيضا، ولكن النسبة المئوية أعلى كنسبة مئوية، ليقول لك أيها الإنسان ارجع إلى الله، تب إلى الله، آن الأوان أن تشكر نعمة الله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الشكر أولا، ثانيا العمل الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه، ثالثا الدعاء، وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي، رابعا التوبة، إني تبت إليك، خامسا الاعتراف، وإني من المسلمين. تسلم نفسك ووجهك وحياتك لله عز وجل. إني من المسلمين لها معنيان أيها الأحبة، أي أنني مسلم كمسلم ألتزم بتعاليم الإسلام، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من المسلمين، أي أسلمت نفسي وخضعت لك ولإرادتك ولمشيئتك يا رب، وأسلمت كل شيء، حياتي وأسرتي ومتاعي وكل شيء وضعته بين يديك، وأنت تفعل ما تشاء. طبعا أيها الأحبة، لكي لا أطيل عليكم، أحببت أن أختم بمعجزة رقمية. سبحان الله، أنا أبحث عن الرقم 4 الآن عبر برنامج إحصاء القرآن الذي أنصح الجميع بتحميله والاستفادة منه. أبحث عن كلمة 4، وجدت أنها تكررت، طبعا 44 بمشتقاتها، تكررت 16 مرة، يعني 4 في 4. طبعا هذه معجزة عددية لطيفة، أنا أول مرة حقيقة ألاحظ هذه الملاحظة في القرآن، والقرآن كتاب العجائب. الرقم 4 ومضاعفاته ورد في القرآن 16 مرة، 4 في 4. الرقم 40 ورد 4 مرات، لاحظتم أيها الأحبة؟ الرقم 40 ورد 4 مرات. الرقم 4 ومشتقاته ورد 16 مرة في القرآن في 8 سور، أيضا 4 في 2. سبحان الله، يعني هذه العجائب أيها الأحبة تدلك على أن هذا الكتاب محكم، هذا كتاب إلهي يعطيك المعلومة الصادقة، يعطيك المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه لتصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، لتصل إلى رضا الله ورحمته واليقين بلقائه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أيها الأحبة، ليست المشكلة في وباء ولا في مرض، المشكلة كيف ستلقى الله، قبل الوباء أو بعده. المهم كيف سنلقى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول لكل واحد منا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إذن أيها الأحبة، الخلاصة: أولا، لا تعتقدوا أن الله يكره أحدا أو ينتقم من أحد. هذا الوباء إنذار لك أيها الإنسان لتتوب إلى الله، الله يريدك أن ترجع إليه، هو يحبك، هو يحبك حتى لو كنت ملحدا. والدليل أن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالفواحش، بأكل المال، الربا والزنا والخمر،
وكل ما تتصوره من الموبقات، كل هذه الموبقات الله يقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا يعقوب اعتبر أن اليأس كفر بالله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس كفر أيها الأحبة. في القرآن الكريم، في الإسلام، ليس لدينا إنسان ييأس، لدينا إنسان موقن بلقاء الله، موقن أن كل شيء مقدر، ولدينا تعاليم صارمة في الإسلام نطبقها حتى بوجود الوباء أو بغير وجود الوباء، يعني النظافة الشخصية والطهارة والوضوء، هذا نظام يومي للمؤمن أيها الأحبة. لا نحتاج لوباء حتى نغسل أيدينا، نحن نغسلها بشكل طبيعي، ولكن مع وجود الوباء يجب أن تكون عبادتنا أكثر، لجوءنا إلى الله أكثر، توبتنا مستمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة وربما أكثر. ماذا عنا نحن اليوم؟ كم مرة تستغفر الله وتتوب إليه؟ هل فكرت بهذا من قبل؟ كم مرة تقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ كم مرة تفكر بلقاء الله، كيف سألتقي، كيف سألقى هذا الخالق العظيم، ماذا سأقول له، ماذا قدمت لهذه الدنيا، ما هي الأعمال، ما هو الرصيد الذي لديك؟ الآن أنت تسارع لتشتري بعض احتياجاتك خوفا من أن يعني يتفشى الوباء أو غير ذلك، لتؤمن احتياجاتك، وهي فترة مؤقتة على فكرة، يعني هذا الوباء لن يستمر للأبد، هو له عمر محدد، فترة محددة لا يعلمها إلا الله، قد تكون مثلا شهر أو شهرين، ولكن لن يطول أكثر مثلا من سنة أو 10 أشهر أو كذا، لأن عبر التاريخ عندما كان يأتي الطاعون كان يضرب لفترة ثم يختفي أوتوماتيكيا، وإلا لقضى على البشرية. هناك شيء سر خفي أيها الأحبة، أن الأوبئة التي انتشرت في الماضي كانت تضرب لحد معين للذروة ثم تبدأ بالتناقص وتختفي من دون علاج ومن دون أدوية. إذن هذا الوباء له فترة عمر محددة الله حددها، فأنت قلق وتذهب وتجهز نفسك لفترة مؤقتة وتنسى أن تجهز نفسك لهذا الخالق العظيم، للقاء هذا الإله الكريم، ليوم سيحدد مصيرك إلى الجنة أو إلى النار خالدين فيها أبدا. لذلك أيها الأحبة، هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: لا تعتقد أن هذا الإنسان مات أو أصيب بسبب شيء معين أو بالمصادفة، لا، هو بقدر الله، وهو له كتاب، لكل أجل كتاب. الشيء الثالث: ينبغي أن تدرك أن أي شيء سيصيبك في المستقبل قد قدره الله عليك، اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك. الشيء الرابع أيها الأحبة: ينبغي، بما أنك أصبحت، طبعا هذا نداء لمن بلغ 40 وفوق، أن يسارع ويتوب إلى الله، وأن تقول كل يوم، تتذكر هذه الآية الكريمة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشيء الخامس: أنك كمؤمن ينبغي عليك أن تتخذ
كل الاحتياطات المناسبة. وبما أنه حتى هذه اللحظة، حتى لحظة تسجيل هذه الحلقة لا يوجد علاج حتى الآن، فينبغي أن تلجأ إلى القرآن الكريم، الاستماع للقرآن. في دراسات سابقة قلنا أيها الأحبة، الاستماع للقرآن باستمرار يقوي النظام المناعي، يجعل هذا النظام المناعي أكثر نشاطا. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني عندما تقول نظام مناعي نشط، نظام مناعي قوي؟ ليس قوي يعني هو له عضلات، لا لا، قوته بالمعلومات. يعني هذا الجهاز حجمه كبير ولكن رخيص، ثمنه رخيص جدا. هناك جهاز أصغر منه ولكن 50 ضعف ثمن هذا مثلا. يعني القوة ليست بالحجم، وليست القوة بشكل الفيروس ولا بتركيبه، ولا هي بالمعلومات التي يحملها قدرة هذا الفيروس على خداع النظام المناعي. النظام المناعي كلما استمعت أيها الإنسان للقرآن باستمرار حتى وأنت نائم، فإن هذا النظام يصبح أنشط وأقوى معلوماتيا. يعني يستطيع أن يتعرف أن هذا فيروس، هذا جسم، هذا الكائن هو عدو للخلية، يتعرف عليه فيتخلص منه وانتهى الأمر. هناك أناس يصابون ويحملون هذا الفيروس والجسم يقضي عليه ولا يشعرون. يعني تأملتم أيها الأحبة؟ إذن فكرة العلاج هي كيف نقوي النظام المناعي، ولكن في حال وجود علاج ينبغي أن نأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا، أو ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له الدواء. إذن نبشركم أن الدواء موجود، ولكن متى؟ الله أعلم. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. الدواء المتوفر حاليا أو أفضل علاج حسب وجهة نظري طبعا أنا المتواضعة هو كلام الله. هذه الآيات التي تستمع إليها أيها الإنسان باستمرار حتى وأنت نائم، كما قلنا الدماغ يبقى في حالة عمل. هذه المعلومات الموجودة في القرآن، الحديث عن الآخرة، الحديث عن الجنة والنار، والحديث عن رحمة الله، عن تسليم الأمر لله، عن عدم اليأس، عدم الحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كل هذه الآيات سوف تدخل إلى الدماغ هنا، تقوم بتفاعلات معينة. هذه الترددات الصوتية التي تستمع إليها ليست مجرد ترددات صوتية عادية، هي كلام الله عز وجل، تدخل وتؤثر. وأنا أقول لكم كلام علمي أيها الأحبة، الآن يعالجون بالموسيقى على فكرة، وفرق كبير بين الموسيقى، هي ترددات صوتية، وكلام القرآن ترددات صوتية، ولكن فرق كبير بين هذا وذاك شتان. فهذه الآيات القرآنية التي تدخل على شكل ترددات صوتية تحدث تغيرا في نظام عمل الدماغ، في النظام المناعي لديك، يصبح هذا النظام وهذا الكلام على مسؤوليتي. هذا تجربة شخصية ووجهة نظر أقدمها إليه، قد لا يقتنع الكثيرون، ولكن أنا أقول لك ما أعتقد وأقتنع به، أن كلام الله عز وجل عندما تستمع إليه باستمرار فإنه يحدث تغييرا في نظامك المناعي، ليصبح أكثر قدرة على التعرف على المرض. وبالتالي فإن الله عز وجل عندما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذا القرآن فيه شفاء. ما معنى فيه شفاء؟ علميا يمكن أن نقول إنه يقوي النظام المناعي. ماذا يعني أن يقوي النظام المناعي؟ ليست القوة هي قوة بدنية أو عضلية أو قوة خلية، يعني خلية تصبح أكبر أو أصغر، لا،
يصبح لديه معلومات أو قدرة على تمييز العدو من الصديق، يميز أن هذا هي ما مشكلة أجسامنا أيها الأحبة، مشكلتها أن هذا الفيروس عندما يدخل كورونا الجديد هذا الجسم لا يميزه، يظن أنه صديق، هذه المشكلة، فيدخل ويتكاثر ويحدث مشاكل كبيرة جدا قد تنتهي بالموت، والجسم لا يشعر أن هذا عدو. القرآن العظيم الذي يفعله أنه يمنح هذا النظام المناعي من خلال الترددات الصوتية القرآنية التي هي عبارة عن اهتزازات، ونحن نعلم أن خلايا الجسم تهتز باستمرار، النظام المناعي لديك هو عبارة عن خلايا مناعية تهتز أيضا، هذه الخلايا المناعية التي تهتز تتأثر بصوت القرآن وتنشط وتصبح أكثر قدرة وانتباها لهذه الأعداء، لهذه الأوبئة، تميز أن هذا الفيروس هو عدو، وبالتالي يتخلص منه الجسم باستمرار وأنت لا تشعر. هذه قوة الشفاء بالقرآن أيها الأحبة، أنه يعطيك شفاء أنت من دون أن تشعر، من دون أن تشعر ما الذي حدث. قد يكون سيصيبك مثلا سرطان لا قدر الله، القرآن صوت القرآن يعمل على تنظيم المعلومات الموجودة في دماغك وفي قلبك، ويعمل على تنظيم حركة هذه الخلايا، وبالتالي فإن أي تكاثر شاذ أو أي مشكلة قد تؤدي إلى سرطانات سوف لن تحدث ببركة وبسبب تأثير الاستماع للقرآن، ولكن بشرط أن يكون هذا الاستماع بخشوع وبيقين، لأن الملحد لا يستفيد منه شيء ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الملحد سيخسر أكثر، بينما المؤمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن أيها الأحبة، الاستماع للقرآن باستمرار، هذه نصيحتي، أي شيء تريد أن تلمسه أذكر اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب أي شيء أو يأكل أي شيء إلا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ انظروا، هذه هنا مشروب، أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا الماء يتأثر ويغير تركيبه، التركيب شكل الجزيئات واصطفاف هذه الجزيئات تتغير ويصبح هذا الماء محملا بالترددات الصوتية التي أطلقتها تتأثر بها ذرات الماء، فعندما أشربها يدخل هذا الماء محملا بالمعلومات التي أودعها الله في كلامه الكريم، فيصبح هذا الماء شافيا بالنسبة لي. لذلك أيها الأحبة، أنا ضربت مثال فقط، أي شيء تريد أن تتناوله قل بسم الله الرحمن الرحيم، أي شيء تريد أن تلمسه قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني اليوم هناك المعقمات، هوس المعقمات والمطهرات وغير ذلك، لا بأس، تستطيع أن تأخذ كل الاحتياطات التي ينصح بها أهل الاختصاص، لا مشكلة، ولكن إضافة إلى ذلك أي شيء تريد أن تلمسه مثلا قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه أدعية ينبغي أن نحفظها جميعا، لا ننتظر حتى يأتي الوباء لنحفظها، ينبغي أن نحفظها، وهذا الوباء قد يكون فرصة للعودة إلى الله، فرصة أن تعود لتتذكر الأدعية التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام ودلنا عليها، وهي كنوز، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
من شر ما خلق، سواء كان إنسان، سواء كان وحش، كان حشرة، كان مرض، كان فيروس، أي شيء، ما هو كل شيء خلقه الله. لذلك أيها الأحبة، هذه النصيحة والله يعني أنا شخصيا أعمل بها، وأحب لكل إنسان حتى لو كان ملحدا حبذا لو يعمل بها سينجو. على فكرة الملحد حتى لو طبق تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، الآن في الغرب يطبقون تعاليم النبي في الحجر الصحي، فأي إنسان يطبق تعاليم هذا الحبيب، هذا الذي وصفه الله بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال في حقه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي يريد الرحمة بكل الكائنات، فشرع لنا هذه الأدعية التي أرجوكم أن تحفظوها وتعلموها لمن تستطيعون، وهي كلمات قليلة صدقوني، يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 8 كلمات فقط. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الدعاء الثالث: إذا شعرت بأي شيء نفسي أو شعرت بأي مرض، أي مشكلة، بغض النظر عن هذا الوباء، نتحدث بشكل عام، النبي شرع لنا قال: ضع يدك على المكان الذي يؤلمك، مثلا تضع يدك هنا ثم تقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم تقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. هذا الدعاء أيها الأحبة يعطيك نوع من الاطمئنان النفسي. نحن في الإسلام لدينا شيء ميزة للأسف لا يتمتع بها لا الملحدون ولا العلماني ولا غيرهم، وهي أنك تشعر بالقرب من الله عندما تقول بسم الله بسم الله بسم الله، تقترب من الله عز وجل. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني أنت قد تخاف هل أصابك شيء، فأنت عندما تقول أعوذ أي ألتجئ أحتمي، تتخيل هذا الخالق العظيم أنه يحميك، أحتمي بك يا رب. أعوذ بالله وقدرته، تصور قدرة الله عز وجل، يعني لا مجال للمقارنة مع قدرة البشر. أعوذ بالله وقدرته من ماذا؟ من شر ما أجد، يعني إذا كان في شيء موجود أنا ألتجئ إليك يا رب أنت أنقذني. وأحاذر، قد يكون لديك مشاكل، وساوس، هلاوس، قلق، خوف من شيء معين، فعندما تقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر 7 مرات، رقم 7 مهم أيها الأحبة، فإن هذا الأمر سيجعلك تطمئن نفسيا، ترتاح نفسيا، تتيح فرصة للنظام المناعي ليعمل بكفاءة أعلى. هل لاحظتم أيها الأحبة؟ القلق يربك النظام المناعي، لماذا؟ لأن آلية القلق أيها الأحبة يتدخل النظام المناعي مباشرة فيها، تنهكه، تتعبه. عندما تحزن أو تيأس أو تخاف أو تقلق من المستقبل، من مشاكل في المستقبل، من خوف من نقص في المال، في الثمرات، في الأنفس، في كذا، هذا الخوف، هذا القلق ينهك الخلايا المناعية، تتعبها وتشغلها بأشياء تافهة، لا تفكر، سلم الأمر لله سبحانه وتعالى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تدري قد يعني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت قلق تريد أن تحسب حساب لسنوات أو أشهر، إذا كان لديك تجارة معطلة أو لديك
رزق قل، تحسب لأشهر والله يقول لك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت في الغد لا تدري ماذا سيحدث، ماذا ستكسب. لذلك أيها الأحبة اطمئنوا، سلموا أمركم لله عز وجل، احفظوا هذه الأدعية، ودائما اقترب من الله. هذا الوباء فرصة، صدقوني فرصة لأن تتقربوا من هذا الخالق الرحيم، تتعرفوا على الله عز وجل من خلال آياته، من خلال معجزاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف هذا الوباء عن هذه الأرض، وأن يلهمنا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، يلهمنا الصواب دائما، يلهمنا أن يكون هذا الوباء هو درس لكل واحد منا يتوب إلى الله، يذكر نعمة الله، يتذكر لقاء الله، وبالنتيجة أن يرجع إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة صالحة، وأن يجعل لقاءنا معه لقاء أجمل لقاء، أن يكون أجمل يوم من أيامنا هو لقاء الله عز وجل، الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.